كافانكاتر تقول لكم الحدث بالصوت والصورة. خوتي أنا بالنسبة لي الامتحان في المتناول، لي رجع غيجيب النقطة مونسيون. أنا بعد السيدراكية أون بوش إن شاء الله. باقي الأيامات امتحان دا مات أخي، داكشي صعيب ولكن ديبانينا راسنا الحمد لله. امتحان اليوم كان في المتناول، ولكن اللي راجع كان يعمل شي حاجة، واللي ما راجعش صافي مشى. في الصباح اليوم كان عندنا امتحان ضمط، كل شيء داز سهل، ولكن الحراسة كانت مزيرة بزاف، فهمت؟ رغم الصعوبات داكشي كان سهل. لما ديتي 15 يكون يظلموني والله. هاي الحراسة مزيرة بزاف، ولكن امتحان سهل، إلا ما بغاش ينجح في سالم والله. هاي الحراسة مشددة، ماشي راه مشددة. لا داكشي ما عرفتش من جاب والله ما عرفت. لا هاي داكشي ماشي وادك. امتحانات في المتناول، خصك عاد راجع. تحية لواحد أستاذ اليونسي، داكشي اللي قريتينا في قسم جبرنا أستاذ والله العظيم. أستاذ عيسى هو هذاك، تحياتي. وهذه أولا امتحان في المتناول، يعني الدراري عاد جاو ما عندها ما تجاو، فهمتي؟ غير هو الحراسة مشددة عاود صراحة ضل. ونطلبوا الله خير. امتحان في الصباح شحال نقول لك؟ هي شو من ناحية ديال الأسئلة ومن في المتناول، ولكن في نفس الوقت عاوتاني كيصعبوا معنا الأساتذة، ما كيخليوناش ننقلوا، فهمتي؟ المسألة زيرو معنا فيها صراحة ضل، وعليها 8 النقاط، وفهمتي واقف على ديك 8 النقاط. ولكن طلبوا الله خير، فهمتي؟ غادي ان شاء الله عندنا العلوم وعن شحطوا وعن نجحوا ان شاء الله.